اهلا ومرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في كابتن سوباسا، انمي كابتن سوباسا اكيد جزء بطولة الناشئين الحلقة 18. وفي البداية نكون مع رعد وكاشيماسكين، وكاشيماسكين رعد هنا اوقف تسديد الدرايف شوت هنا الخاصه بخوان دياز. خوان دياز سددها من وسط الملعب وابعدها، وكاشيماسكين هنا تطور رهيب من رعد اكيد من خلال هذه المباراه، لان في البدايه سجل اكيد خوان دياز الهدف على وكاشيماسكين ايضا بطريقه تسديد درايف شوت، ولكن هنا ابعدها. لو كان مكان وكاشيماسكين وكباشي وليد كان أمسكها بكل سهولة أكيد. هنا كان الضغط عالي من منتخب الأرجنتين لتسجيل هدف، كان باسكال أيضا في الهجوم، وأيضا المدافعين كانوا مهاجمين كمثال جالفان. أكيد جالفان هنا ضرب القائم لتسجيل الهدف. والبطل الحلقة، من هو بطل الحلقة؟ هو الأسطورة إيشيزاكي عمر، هو من أنقذ المنتخب الياباني. لولا إنقاذ إيشيزاكي تلك التسديدة أو طبعا من دياز لكان المنتخب الياباني ودع بطولة الناشئين، ولكن هنا كان إنقاذ رائع جدا من بطل الحلقة إيشيزاكي عمر. إذن هنا من هو أفضل لاعب وسط، لاعب خط وسط في المباراة؟ أكيد هو أوزرا سوباسا، لأنه صنع 5 أهداف، ومسجلين المباراة أكيد من سجل الأهداف هم هيوغا كوجرو سجل هدفين، وميساكي تارو سجل هدف التعادل، وأيضا عندنا الأخوان تاشيبانا، وهدف الفوز كان من ميسوغي جون. إذن هذه هي الأهداف، كلها كانت من صناعة أوزرا سوباسا. في المقابل إن خوان دياز سجل فقط 4 أهداف كاملة ولم يصنع أي هدف، إذن هذا يحسب لسوباسا، هو كان أفضل لاعب في المباراة، أفضل لاعب خط وسط أكيد. ظهور كانداكوشي في اليابان مرة أخرى، هنا الاستوديو يؤكد أنه يمشي مع المانجا تماما. بعدها في الآرك القادم بعد بطولة الناشئين، الآرك الذي في بالي الآن من دون أن أحرق. وأيضا هنا طبعا الاستوديو اقتبس الفصول السابقة من المانجا عندما ظهر هنا كانداكوشي. نعم، بالنسبة لنشرة الأخبار، نشرة الأخبار كانت من استوديو فقط، ليس لها علاقة بالمانجا. ونهاية الحلقة كانت رهيبة جدا بظهور الحارس الضخم، الحارس الشبح جوتر مولر، الحارس الرهيب أكيد، وإضافة قوية جدا للمنتخب الألماني. وأيضا في الحلقة كانت هناك كوميديا جميلة من إيشيزاكي عمر. وأيضا في المانجا هناك كان اختلاف بين نهاية الحلقة أي نهاية الفصل، وهنا في الحلقة أيضا هنا في نهاية الحلقة ظهر الحارس الألماني، بينما في المانجا في نهاية هذا الفصل كان الحديث بين سوباسا وميساكي عن روبرتو هونغو. أكيد روبرتو هونغو إنه اليوم الأخير لا مع فريقه في اليوم القادم، أي عندما يكون مباراة فرنسا ضد المنتخب الياباني يلعبون هناك فريق روبرتو هونغو للصغار أكيد، وبعدها يرجع إلى البرازيل. هنا كانت النهاية هكذا في المانجا. إذن الآن ننتقل مباشرة إلى سؤال الحلقة، وهو لماذا صاحب رقم 10 كاختصار هنا، لكن السؤال هو لماذا نادى خوان دياز بسوباسا طبعا صاحب رقم 10؟ لأنه لم يحترم سوباسا بشكل كامل قبل المباراة، بما أن أيضا روبرتو هونغو أتى إلى غرفة الملابس المنتخب الأرجنتيني وحذرهم من سوباسا، إن هناك عبقري في طبعا اليابان وهو سوباسا، ولكن خوان دياز لم يحترم بشكل كامل خوان طبعا سوباسا. وأيضا في مباراة إيطاليا هو عرف عن سوباسا بلعبه البرازيلي، ولكن للأسف طبعا أراد هزيمة سوباسا. وأيضا الدليل الآخر إن قال إن طبعا مستوى آسيا لا يقارن بأوروبا والأمريكا اللاتينية، أيضا هنا لم يحترم سوباسا، أيضا لم يسأل عن اسمه في بداية المباراة، بينما أثناء المباراة
نعم، هنا عرف قيمة سوباسا وعبقرية سوباسا تحديدا بعدما سجل ميساكي تارو الهدف الثالث. إذن هنا بعدها سأل سوباسا: يا صاحب رقم 10، من هو اسمك؟ إذن هذا هو جواب الحلقة أعزائي المشاهدين. إذا أعجبكم المقطع لا تنسون اللايك والنشر والاشتراك في القناة. الكرة هي صديق لي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.